السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم من قناتي مذكرات ممرض اللي بنتكلم فيها عن التمريض، عن الشغل، عن الهجرة، عن العمل في أكثر من دولة. وفي هذا اليوم راح نتكلم عن الجزء الثاني من أسئلة المتابعين حول الهجرة بالقرعة العشوائية إلى الولايات المتحدة. وزي ما قلنا هذه القرعة متاحة لكل الناس بشرط تكون عمرك فوق ال 18، وبشرط تكون درست أو نجحت في الثانوية العامة، أو درست في المدرسة 12 سنة، أو معك خبرة سنتين خلال آخر 5 سنوات في أي مهنة محتاجيتها الولايات المتحدة الأمريكية. سؤال حلو جدا عجبني، بيقول لك لو انقبلت بالقرعة وما معاي فلوس إيش أعمل؟ أولا لازم تعرف أن أنت مدام قدمت هذا الطلب فأنت قاعد بتستثمر استثمار ناجح، وطالع على بلد كويسة، بلد فيها فلوس، فيها شغل، فيها رزقة، راح تتعامل فيها أحسن معاملة، وراح تضمن لأولادك أحسن تعليم وأحسن علاج، وفيما بعد لما يكبروا راح تضمن لهم أحسن شغل وأحسن حياة وأحسن مستقبل. فبالعربي دبر راسك، هاي الفرصة إذا صحت لك اليوم يمكن ما تصح لك مرة ثانية. أنا بعرف ناس قدم 4 مرات وانقبل وبال4 مرات ما طلع. طب ليش أنت أخذت مكان إنسان كان ممكن يطلع هناك وكان ممكن يصير إشي وكان ممكن ينجح؟ بالبداية لازم تعرف انه لو قدمت للقرعة اليوم قدامك سنة، سنة وثلاث شهور، سنة واربع شهور لحتى تعرف انت انقبلت ولا لا. في هاي الفترة بتقدر تشتغل وتجمع فلوس. الملاحظة الثانية، قبل الهجرة الى امريكا اجمع الفلوس باي طريقة. لو انت المدينة او المحافظة اللي انت فيها ما فيها شغل، بكل بساطة قبل ما تهاجر لامريكا هاجر داخليا، يعني روح لمدينة او محافظة ثانية فيها شغل واشتغل وجمع فلوس. رقم 3، لو عندك بيت، لو عندك سيارة، لو عندك أرض، لو عندك أي إشي بيعه، بشرط تكون ضمنت القبول في السفارة، مش تعبي الطلب وتروح تبيع اللي فوقك واللي تحتك. رقم 4، إذا أنت صارت الفيزا بيدك وضيل لك مثلا 3-4 أشهر وبتسافر، تقدر تبيع ذهب زوجتك، تقدر تبيع ذهب الحجة، تقدر تصرف من أي مدخرات أنت تاركها على جنب لوقت الحاجة، لأنه هاي الفرصة مش راح يجيك أهم منها بعد هيك، ولأنك لما توصل هناك خلال 2-3-6 أشهر راح تكون طلعت كل هاي التكاليف، ولو كنت مدينهم دين راح ترد الفلوس لأصحابها. سؤال جميل جدا بقول، كيف بتقول إنه ممنوع تعديل الصورة وبنفس الوقت في أداة لتعديل الصور على موقع السفارة نفسها؟ أنا قلت إنه ممنوع تعديل الصورة بالفوتوشوب أو إضافة تفاصيل أو تغيير اللون. لو أنت اتصورت وراك ستارة زرقاء او حمراء مثلا وخليت لونها ابيض، راح يعرفوا انك استعملت الفوتوشوب وتنرفض المعاملة بس عشان الصورة مش على المواصفات اللي طالبينها. لو انت مثلا غيرت شكلك، حطيت فلتر، في حبوب في وجهك مثلا اخفيتها، اشياء زي هيك راح يعرفوا وراح يرفض الطلب. الاداة لتعديل الصور الموجودة على موقع السفارة موجودة لسبب واحد، لو الصورة مستطيلة بتحولها الى مربع فقط لا غير، ما بتعدل على الصورة اكثر من هيك. في سؤال بقول، أنا موجود في أمريكا لكن مؤقتا، بنفع أقدم طلب للهجرة بالقرعة العشوائية؟ سؤال جميل جدا وبحييك عليه. الجواب نعم بنفع. أنت الآن موجود في أمريكا بصفة مؤقتة، سواء دراسة، سواء علاج، سواء بتزور أبوك أو أمك أو أخوك أو ابنك، في النهاية رح ترجع لبلدك. لو أنت قدمت الطلب اليوم رح تعرف إن قبلت ولا لا بعد 7-8 شهور، ورح تعمل مقابلة بعد كمان 7 أو 8 شهور، ورح تسافر لأمريكا فعليا بعد كمان 7 أو 8 شهور ثالثات. فأنت لما تكون مقدم الطلب واختاروك بالقائمة المبدئية ويعرفوا إنك دخلت أمريكا وضليت قانوني وروحت قبل الموعد المحدد إلك، هذا أصلا لصالحك وممكن تنقبل بس عشان الشغلة هاي. فحتى لو انت موجود جوا امريكا قدم، لكن في خانة العنوان اكتب عنوانك في بلدك مش العنوان اللي انت موجود فيه مؤقتا في امريكا. سؤال بقول لك، ما هي اكثر الدول العربية فوزا بالقرعة؟ اكثر الدول في العالم مش بس العربية مصر. كل سنة امريكا بتختار من 55,000 ل56,000 مهاجر بالقرعة العشوائية فقط. من هذا الرقم من 10-12%، يعني حوالي 5,600-5,800 انسان مصريين. النسبة اللي بعديهم أظن المغرب 3,500-3,800 مهاجر، نفس الرقم تقريبا من الجزائر، و2,500 إلى 2,800 شخص من الأردن. وبشكل عام الدول العربية كلها مسموح لها تقدم، فما تقلق من هاي الناحية. لماذا يوجد دول ممنوع تقدم على القرعة؟ في البداية بدك تعرف شغلة، في دول ممنوع تقدم على القرعة بس لكن مسموح لها تقدم على أنواع ثانية. يعني مثلا
امريكا بتمنع الروس انهم يقدموا على القرعه العشوائيه، لكن لو انت مثلا عالم فيزياء نوويه راح تساعدهم في تطوير السلاح النووي تقدر تقدم على فيزا بسموها سكيلد وركرز، او الناس اللي عندهم تالنت او موهبه نادره جدا مش موجوده عندهم. مثلا لو انت صيني مثلا مش مرحب فيك بالقرعه، لكن ممكن تقدم في انواع ثانيه، مثلا بعثات دبلوماسيه، مغنيين، فرق، لو عندك سيرك، لو عندك إشي، لو عندك تبادل ثقافي، لو بدك تدرس في أمريكا وترجع لبلدك مرحب فيك، بس بالقرعة بس لا. فمش كل بلد ممنوع بالقرعة، ممنوع في كل الأنواع. هاي نقطة. النقطة الثانية، ليش أمريكا بتمنع بعض الدول من التقديم بالقرعة؟ لأنه بعض الدول أمريكا بتصنفها كدول عدوة، بعض الدول بتصنفها أمريكا كدول ممتلكة للسلاح النووي زي إيران، زي كوريا الشمالية، بعض الدول بتصنف أمريكا كدول راعية للإرهاب زي أفغانستان مثلا، فلهذا السبب ممنوع أنهم يقدموا. شو الهدف من القرعة بالذات؟ هي اسمها أصلا اسمها Diversity Visa، يعني فيزا التنوع العرقي. يعني أنا بدي يكون عندي في البلد 10 من الصين، 10 من روسيا، 10 من كل بلد عربي، 10 من إسبانيا وهكذا. أما أنا عندي أصلا 5 مليون صينيين مثلا وعندي 5000 عرب، لا، بفتح قرعة فاتحة للدنيا كلها إلا الصينيين، لأن الصينيين عندي منهم كثير. فهذا الهدف من هذا النوع بالذات. سؤال بيقول عن إيش راح يسألوني بالمقابلة؟ أنا عملت عنها فيديو منفصل لكن مش مشكلة، بعيد لك إياها باختصار. أول إشي راح يسألك مين أنت؟ وين انولدت؟ أنت انولدت؟ قديش عمرك؟ شو بتشتغل؟ عندك خبرة بإيش؟ إلى آخره. راح يسألوك شو كتبت في النموذج اللي هو DS260، فبدك تضل حافظ كل كلمة كتبتها، خصوصا إذا كتبت إشي يعني كذبت في معلومة بدك تضل متذكر شو كتبت. راح يسألك عن شغلك، شهاداتك، خبراتك، عنوانك، تلفونك إلى آخره. راح يسألك متجوز ولا لا، فأوعى تكون متزوج وكاتب في الطلب إنك أعزب، لأنه لو كذبت عليه بأي كلمة راح تنرفض. راح يسألك وين رايح، أي ولاية، أي مدينة، ولماذا. ممكن تقول له أخوي مثلا ساكن هناك، إلي أصحاب هناك بيلاقوا لي شغل، مثلا أنا طبيب وأحسن مستشفيات أمريكا موجودة في هاي الولاية، دبر حالك. ممكن أقول لك ليش شاركت بالقرعة مثلا، ليش ما قدمت لنوع ثاني، بدك تكون عارف. راح يسألك سافرت قبل هيك خارج بلدك، ممكن يسألك قدمت لأمريكا قبل هيك، ولو قدمت هل انرفضت ولا انقبلت. ممكن أقول لك أنت شو راح تسوي جوا أمريكا، توقع يقول لك هل أنت عضو في جماعة إرهابية. لا تستغرب من أي سؤال وجاوبه بكل هدوء، لا طبعا. ممكن يسألك هل أنت متجوز، لو قلت له أنا متجوز راح أقول لك هل أنت تؤمن بتعدد الزوجات أو ناوي تتجوز الثاني هناك. طبعا بدك تنتبه أنه تعدد الزوجات في أمريكا جريمة، فراح تقول له لا. راح يسألك هل معك مال، راح يسألك معك فلوس تكفيك لأول فترة أو أول شهر أو شهرين، بدك تجاوبه. أهم سؤال، هل لديك كفيل أو ضامن داخل أمريكا؟ هسه بقول لك ليش. طبعا السؤال العقدة اللي ما حدا عارف شو جوابه، لو رفضناك شو بتعمل؟ أو ممكن يجيبها بصيغة ثانية، إنه لو رحت على أمريكا انقبلت وسافرت لأمريكا قديش ناوي تقعد هناك؟ طبعا لازم تفهمه إنه أنت مدام قدمت لأمريكا أنت ناوي تروح عليها وتظل فيها وتأخذ جنسيتها وتصير مواطن من مواطنيها. لا تقول له أنا رايح هناك سنة أو سنتين بس أسدد ديوني وارجع لبلدي. لا تقول له أنا رايح لأمريكا عشان مثلا أجمع حق بيت وسيارة وبعديها راجع على بلدي. بدك تفهمه بأي طريقة إنه أنا رايح لأمريكا للأبد. سؤال بقول لك ما أهمية الكفيل أو الضامن؟ الكفيل أو الضامن أهميته إنه لازم يكون موجود وإلا بتنرفض بالمقابلة. قل لي ليش؟ أنت كمهاجر جديد إلى أمريكا راح تروح تقعد 5 سنين بعدها تأخذ الجنسية. خلال أول 5 سنين وجود الكفيل مهمته إنه يتعهد يساعدك أو يصرف عليك أو يدعينك لو احتجت، علشان ما تقول أنا بدي مساعدات أو بدي دعم أو بدي معونة أو بدي بدل إعانة بطالة من الحكومة الأمريكية. طب ليش 5 سنين بس؟ لأنه بعد ما يصير معك الجنسية من حقك الطالب بهاي المعونات. فلازم يكون عندك كفيل أو ضامن، وإلا مش رح تنقبل في السفارة. شغلك واختصاصك واجبك إنك تحفظ اسمه، عنوانه، رقم تليفونه، رقم بيته، الشارع، المدينة، الولاية، كل التفاصيل. طيب لو ما لقيت ضامن شو الحل؟ طبعا هاي إلها حل. شغلة الضامن انه يضمنك او يكفلك انك ما تحتاج فلوس او ما تطلب فلوس من امريكا او ما تروح تصير مشرد وتنام بالشوارع.
فاذا ما لقيت ضامن بكل بساطه وريهم كشف حساب انه انا معي مثلا 3000 5000 10000 دولار اي مبلغ، وهذا بكفيني اول اسبوعين او شهر اول ما اوصل الى ان الاقي شغل، استلم اول راتب واستاجر بيت وافرش. يعني تقريبيا لو انت اعزب لازم يكون معك اقل شيء 5000 دولار، ولو انت متجوز بده يكون معك 10000. وطبعا كل ما كانت عائلتك اكبر عدد افرادها فبتحتاج مبلغ اكبر. سؤال حلو بقول افرض اني سكنت بولاية غير ولاية الكفيل، انت ممكن تلاقي كفيل في تكساس مثلا، لكن قبل السفر بيوم او اسبوع نويت انه استقر في نيويورك على سبيل المثال. بكل بساطة اول ما تنزل من الطيارة في نيويورك بتروح على اقرب ضابط هجرة في المطار وبتقول له انا الكفيل تبعي في ولاية وبدي اسكن في ولاية ثانية، بتعطيه العنوان او اسم المدينة الجديدة اللي استقريت عليها في النهاية. سؤال بقول لو انا متزوج ثنتين ايش اسوي؟ هل اقدم للقرعة العشوائية ام لا؟ بصراحة انا ما بنصح انسان انه يكذب في الطلب، ما بنصح انسان انه يقدم الطلب اصلا وهو غير كفو او غير مطابق للشروط. زي ما قلت لك تعدد الزوجات في امريكا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ربما تصل في بعض الولايات الى 15 سنة سجن. فانت لو متجوز ثنتين قدامك حلين، لا تقدم للهجرة اصلا لا قرعة ولا باي نوع ثاني، يا اما بتطلق واحدة وبتقدم باسم الثانية وانت فقط. طبعا انا ما بنصح اي انسان يطلق زوجته تحت اي ظرف، فلذلك لا تكذب على الناس، لانه لو قدمت باسم الاولى سافرت انت والاولى واولادها، لو حبيت بعد 50 سنة تقول لهم انا كنت متجوز ثنتين وكذبت عليكم راح يسحبوا منك الجنسية وتنطرد برا امريكا. فزي ما بقول لك اهم سبب للرفض في امريكا في كل انواع الفيز مش بس القرعة انك تكذب عليهم، لانه هم بالنسبة لهم لو كذبت في كلمة او في معلومة معناته انت كذبت عشان تغطي على مصيبة اكبر. بالتوفيق للجميع، واللي عنده اي سؤال يكتب لي تحت بالكومنتات، ممكن نعمل جزء ثالث ما في مشكلة، انا تحت امركم. ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد أول بأول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.